هؤلاء الطالبات يقطعن مسافات طويلة للوصول إلى هذه المدرسة الثانوية الوحيدة التي تستوعبهن في مدينة الحوطة بمحافظة لحج، معاناة دفعت أولياء الأمور للمطالبة ببناء مدرسة جديدة تتوسط أحياءهم السكنية للتخفيف من معاناة بناتهم المستمرة طوال العام. نحن أولياء أمور بناتنا في الجهة الشمالية من الحوطة، والثانوية في الجهة الجنوبية. المعاناة اللي نعانيها كبيرة واللي يعانوها بناتنا. كم نطالب طالبنا من شان ثانوية بناء ثانوية أخرى، العدد زاد والمسافات بعيدة والمعاناة كبيرة اللي نعاني منها. ثانوية في طرف الحوطة، ولابد من مدرسة أخرى تخفف عنها في الطرف الآخر محاذية لها. هذا ما نأمله من السلطة المحلية. مديرية الحوطة بحاجة إلى ثانوية للفتيات في الجهة الشمالية، حيث أن الثانوية الموجودة الوحيدة هي يوجد بها ازدحام غير عادي، وعدد الغرف الدراسية 10 غرف، وهي يعني طابقين علويين حتى يتأثر بهذا ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يرتدن المدرسة. هناك معنا توجد مساحة في الجهة الشمالية الذي ممكن أن تقام عليها مدرسة أخرى لاستيعاب الفتيات، حيث أن الفتيات يأتين من المناطق الشمالية والشرق، من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية، ويعانوا المسافة الطويلة. مدرسة الزهراء الثانوية للبنات الواقعة في الطرف الجنوبي للحوطة تستقبل الطالبات من مختلف أنحاء المدينة وضواحيها، مما شكل عبئا كبيرا على المدرسة وإدارتها نتيجة الازدحام الشديد، إضافة إلى تقسيم الفترات الدراسية ما بين الصباحية والمسائية، وهو ما يؤثر على جودة التعليم بحسب المعنيين. نحن في قسم الجودة بمديرية الحوطة محافظة لحج نسعى جاهدا كأساسيات ومعايير الجودة التعليم الجودة في مدارسنا أن يكون أكثر هناك مدارس. نحاول نذلل الصعاب بالنسبة لعملية ازدحام الكثافة الطلابية، وخاصة ما تعاني ثانوية الزهراء بهذه المديرية، تعاني من كثافة الازدحام مما يؤثر على درجة الاستيعاب والتركيز لدى الطالبات. زيد على ذلك أن ثانوية الزهراء هي الثانوية الوحيدة بالمحافظة، والذي نحن من معايير الجودة أن تكون جميع الفترة الصباحية هي الفترة الأساسية للتعليم، بينما فترة ثانوية الزهراء لديها فترتين، وهذا يتنافى مع معايير الجودة في التعليم. المدرسة تعاني كثافة طلابية كبيرة جدا لكونها مستقطبة محافظة أو عاصمة محافظة لحج بكاملها وبقراها جميعا. نعاني مشاكل كثيرة، منها زحمة الطالبات في الصفوف بحيث يتراوح العدد يعني في كل صف ما بين 60 إلى 65 وأحيانا 70 طالبة. نطالب الجهات ذات العلاقة بإنشاء ثانوية للبنات في مديرية الحوطة، يعني بالذات في الجهة الشمالية لتستوعب يعني الطالبات الذين يأتون من مناطق خارج الحوطة. المديرية تحتاج إلى مدرسة أخرى نظرا لكثافة البنات الطلابية. معانا بنات يقوم من قرى محيطة بالحوطة، من القريشي ومن منطقة الرباط ومن الحيط البستان برضه استاذ عادل، معانا بنات يقوم من مناطق محيطة بالحوطة، وتعتبر مدرسة الزهراء بعيد عليهم. مرارا وتكرارا نحن نطالب ان تكون الفترة اولا المدرسة ان يكون لها فترة واحدة تمام، نظرا لبعد المدرسة عن منازل الطالبات، يا اما انه احنا نعمل مدرسة اخرى تساند مدرسة الزهراء ويكون في الجانب الشمالي من العاصمة، أو أن يقوم ببناء بعض الفصول قرابة 8 فصول للمدرسة بحيث أنها تستوعب الكثافة الطلابية كاملة. نناشد بأن إذا كانوا لهم القدرة أن يعملوا لنا مدرسة جديدة للبنات للثانوية أو فصول جديدة، من أجل أن يخففوا كثرة البنات في الصفوف، من أجل البنات يستطيعوا أن يستوعبوا ويفهموا المعلومات، ومن أجل أن يرتقوا إلى مستوى أعلى. الجميع هنا يؤكد على ضرورة بناء مدرسة ثانوية جديدة، خاصة مع التوسع العمراني الكبير وزيادة عدد السكان بالمدينة، ويطالبون الجهات المختصة والمنظمات المعنية سرعة الاستجابة لمطالبهم والنظر إلى معاناة الطالبات
ومساعدتهن في تلقي التعليم بشكل أفضل.